عايز اعترف لكم ان جيل الستينات والسبعينات ما كانش بيشوف السينما المصريه الا قليلا. الحقيقه كنا بنعتبرها سينما قديه الاوهام للبسطاء، ما عدا افلام الواقعيه اللي قدمها صلاح ابو سيف وتوفيق صالح ويوسف شاهين. وكان عندنا حق، لان مصر في تلك الفتره كانت تعيش نهضه ثقافيه غير مسبوقه. افلام اجنبيه راقيه، مسرح بيعرض الادب العالمي، نوادي للسينما، جمعيات للفيلم، وكتاب كل ست ساعات. وفي أول رحلة لي إلى باريس شاهدت فيلم عمر الشريف لورانس العرب، شاهدته في قاعة عرض لا تزيد عن 100 كرسي، ودي كانت أول مرة أشوف عمر الشريف على شاشة السينما. هو أرق البشر في أول العمر، هو أرق البشر في أول العمر، وهو الوديع، وهو الطيب، وهو المتسامح. تستغربي انه دعاني انا والكاتب الصحفي الراحل مؤسس برامج العلوم في الاهرام الاستاذ طلاح جلال، اتعرف علينا وشافنا في باريس لما كان عامل فيلم، اول فيلم ليه، لورانس العرب، نعم، لورانس اوف اريبيا. فأنا فاكر إنه دعانا للفيلم، فإحنا رحنا اتفرجنا على الفيلم وخرجنا لقيناه واقف برا السينما عشان ياخدنا بيته، لابس هاي كول اسود وبنطلون اسود وجزمة ساتان سودة غريبة. خدنا بيته وهو قريب من الشانزليزيه. عايز اقول لك انه حصلت صدمه لما رحنا بيته. انا يمكن الصدمه واجهتها بالفضول، لكن زميلي صلاح جلال واجهها بدرجه من الصياح. عايز كاميرا، عايز كاميرا، اجيب كاميرا منين؟ بصوت عالي. طبعا هم مش فاهمين الضيوف ليه، لانه الناس اللي لقيناهم مستنيين عمر مين؟ صوفيا لورين، جرجيرو بيك، أنتوني كوين، أسماء مذهلة. أنا قعدت أتفرج على الناس وما عنديش رغبة لا أكتب ولا أعمل شيء، أي شيء. إنما صلاح جلال كان عاوز يشتري كاميرا بأي شكل من الأشكال، وجاب كاميرا وقعد يصور نفسه مع كل هؤلاء. أنا فاكر كويس قوي إن أنتوني كوين شارد، صوفيا لورين قامت عملت مكرونة، الله يرحمك صلاح جلال أصر أنه يخش المطبخ بمساعدة الطباخ الصيني اللي عند عمر. على فكرة عمر ده كان شيء مهول في حياة النجوم، كان يعني نجم النجوم، نجم عمر، عمر، عمر شيء يعني مش قادر أقولك يعني. وكان يعني جينا لولو، جينا لولو بريج ده، ما انا بقول لك انا واجهته بالتامل. يعني انا قعدت وقعدت اتفرج، مفيش كواليس اكتر من وجودهم وعلاقتهم ببعض. صوفيا لورين ضحوكه وبتقول نكت بالتلياني وبعدين ترجع تفسرها in English. أنتوني كوين زي ما قلت لك شارد، جرجيرو بيك يعني جميل، جميل زي ما بيطلع في السينما بالظبط. عمر ده بقى يعني زي ما تقول ايه، الاشاط، الولد اللي بينهم الاصغر سنا وبتحرك في الشقه ويجيب المكرونه ويجيب معرفش الجبنه الايه ويطلع مش عارف ايه ويحاول ان هو يوريهم بسكوت. فاكر انا ده للرجيم، ده اقل، ده في نسبه معرفش ايه، وحافظ هو هذه الاشياء لان جينا لولو كانت عامله رجيم فقررت تاكل بسكويت من هذا النوع.